لأن الحوار هو الوسيلة الوحيدة للمضي إلى الأمام، ولأن الصوت يحتاج إلى فضاء ومساحة ينتقل فيه من شخص لشخص، برنامج دورك مواطنون من أجل الحوار من مؤسسة أنا ليند، مبادرة تنمي مهارات الحوار بين الثقافات استجابة للصحوة العربية وتطلعات الشعوب للكرامة والحرية، وتدعم الشباب وتساعده على المشاركة ليصبح مواطناً فعالاً. يرمي البرنامج إلى نسج شبكة للتواصل بين المجتمعات وصانع القرار المحلي والوطني. شارك واصنع هذه المساحة الحرة، وساعد في أن ينتقل الصوت بين الناس حتى تنتشر الأفكار ونتبادل الآراء بحرية واحترام. يعتمد البرنامج بشكل رئيسي على دورك أنت، ويركز بصفة رئيسية على الشباب والمرأة. يمكننا أن نشعل شمعة، يمكننا أن نتحاور. جاء دورك.